في اخبار نادي الزمالك كارتيرون بيجدد الثقه في احمد عيد امام بيراميدز في الماتش القادم. طبعا احمد عيد لاعب من اللاعبين المميزين اللي كان موجود بيلعب في الماتش السابق امام النادي المصري، و لعبه كمركز الباك رايت، انا اسف ام بي عشان بس الغلطه، باك رايت من اللاعبين المميزين، وادى الدور بشكل مميز بعد اصابه حازم امام اللي ممكن هيغيب لفتره طويله، فبالتالي افضل لاعب عنده في هذا المركز اللي يقدر يعملها لانها عدلته هو احمد عيد، وبالتالي بيجدد الثقه في المباراه القادمه من خلال اشراكه كلاعب اساسي في هذه المباراه، خصوصا ماتش تقيل فعلا امام فريق تقيل امام بيراميدز، فبالتالي يهمه ان المكان ده ما يتمش اختراقه الا لازم يكون في لعيب مميز في الجبهه اليمنى. ايضا كارتيرون يستقر على زيزو بدلا من طارق حامد امام برضو امام بيراميدز، فبالتالي طارق حامد غيابه بيسبب مشكله، خصوصا ان محمد حسن لاعب خط الوسط مازال في مرحله التاهيل، هل هيلحق هل مش هيلحق، هي دي النقطه. لكن طبعا بيبقى في سيناريوهات موجوده عند المدير الفني، منها محمد عبد الغني، منها زيزو اللي ممكن كان لعبها قبل كده، لكن الاقرب ان هو يبقى متواجد في هذه الجزئيه او في هذا المركز في مباراه بيراميدز هو زيزو او احمد سيد زيزو. لو محمد حسن خف ممكن يبقى موجود، لكن الاقرب زي ما قلت لحضراتكم احمد سيد زيزو في مركز وسط الملعب مكان طارق حامد. كنا اتكلمنا امبارح عن لاعب النادي الاهلي والزمالك وبيراميدز دخلوا في خط مفاوضات معاه، وهو الكعبي، وهو واحد او ايوب الكعبي واحد من اللاعبين المميزين اللي كان بيلعب في الدوري الصيني، وفكره فسخ عقده خليته يبقى لعيب فري، وبالتالي الانديه كلها بتحاول تتعاقد معاه لان هو لاعب مميز. النادي الاهلي بيدي الضوء الاخضر لامير توفيق ان هو مدير التعاقدات ان هو يروح المغرب او كازابلانكا عشان يقدر يتمم التعاقد مع هذا اللاعب. خليني اروح وابارك لكابتن محمد ابراهيم المدرب العام ل